تحت شعار أعياد الوطن تجمعنا، احتفلت بلدية المنامة بالذكرى 13 لميثاق العمل الوطني. وعبر المواطنون عن سعادتهم بهذا اليوم الوطني المميز الذي يشكل تأكيدا على اختيارهم للمستقبل الأفضل لمملكتنا الحبيبة. وسط أجواء من البهجة والفرح أقامت بلدية المنامة احتفالا شعبيا تحت عنوان أعياد الوطن تجمعنا، وذلك بمناسبة الذكرى 13 ليوم ميثاق العمل الوطني. وبدأ هذا الاحتفال الجماهيري برقصة العرضة البحرينية التي حازت على إعجاب المشاركين والزائرين في احتفال بلدية المنامة والذي أقيم في الساحل الشرقي كورنيش الفاتح. وقد عبر الحضور عن سعادتهم بهذا اليوم الوطني الأغر الذي يمر على مملكتنا الحبيبة، وهم يؤكدون التفافهم مجددا حول القيادة الرشيدة وتمسكهم ببناء مستقبلهم الذي يريدون، وتأكيدا للعمل الوطني والاستمرار في العمل من خلال سواعد أبناء البحرين المعززة لنماء المملكة، وتجسيدا للمواطنة الصالحة وروح الانتماء الوطني. مشاركة هذا اليوم ما يوصف بأي مشاركة في أيام الأعياد الوطنية، هذا اليوم عزيز علينا غالي. جاي نشارك في احتفالات البحرين وبيوم الميثاق وبمهرجانات البحرين، الله يكثر أفراحه والله يديم البحرين ويعز الملك والحكومة والله يديم السعادة علينا ويعم البحرين بخير وسلام. وعلى هامش الاحتفال الجماهيري والعائلي بيوم الميثاق، أقامت بلدية المنامة أجنحة مرافقة للاحتفال بمشاركة عدد من الجمعيات الشعبية والتطوعية، والتي عرضت منتجاتها من الأكلات الشعبية والحلي التقليدية أمام الزائرين، بالإضافة إلى عروض لأصحاب الأنشطة الصغيرة والأسر المنتجة. قسم من شغلي أعطي نسبة منها لجمعيات البحرين مكافحة سرطان، إضافة إلى عندنا طاولة كامل مختصة بس لأغراض السرطان. شعاري دائما أنه ساهم بالقليل عسى ولعل القليل ينفع وينقذ الكثير. وقد سخرت بلدية المنامة جميع طاقاتها من أجل إنجاح هذا المهرجان العائلي وإظهاره بالصورة التي تليق بالمناسبة العزيزة والوطنية والتي تنمو وتعزز اللحمة الوطنية بين القيادة الرشيدة وأبناء الشعب البحريني. عامر العتوم لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.